وجبة أول وصفة معانا هتكون اللحمة، لو عندنا بواقي من اللحمة بتاعت امبارح أو لو أنا عندي لحمة مطبوخة إيه اللي ممكن أعمله علشان أغير في طعمها. هنعمل لها صوص، نعمل لها طبق جانبي علشان نقدمها وتطلع حلوة جدا. دي لحمة فيليه، هو عرق فيليه، هعملها لكم طبعا في حلقة، أو إحنا عملناها أوريدي طبعا في حلقة من الحلقات. هوريكم بقى دلوقتي لو هو موجود عندي منه بواقي، طبعا مش هنقول كله، بواقي موجودة، إيه اللي أنا هقدر أعمله بيه. تعالوا نشوف مع بعض إيه هي المقادير للفيليه بالصوص. عندي بصل مبشور، ملح، فلفل، بابريكا، مشروم، كريمة، توم، صويا صوص، وهنقدمه مع الشاري توميتو والبطاطس المسلوقة. هنعمل مع بعض دلوقتي الصوص، وهو ده اللي هيكون الحاجة اللي هتغير لي في الطعم. هحط الزيت وهحط بصل، ثوم، زي ما احنا شايفين، وهحط المشروم، جيب البابريكا، صوص سهل جدا سريع، طعمه بيطلع حلو قوي قوي قوي، ودايما يعني الناس كلها بتجمع عليه، مش ايه، مش حاجة صعبة، بالعكس هو سهل جدا. انا مش هحط ملح كتير عشان الصويا صوص بيبقى، والبابريكا طبعا بتدي طعم جميل جدا للاكل. يلا اهو هقلب زي ما احنا شايفين كده. وانس ان النار حامية هتلاقوا الموضوع سهل سريع وايه وطعمه حلو جدا. هحط الكريمة وهسيب شوية عشان البطاطس اهو، وهقلب، يتقلب كويس قوي. بصوا هتلاقوا اللون بتاعه اوريدي اغمق شويه، ليه؟ علشان البصله لما بتتشوح وتغمق شويه بتدي لون، وبرده طبعا الفلفل الاسود. وهنحط بقى الصويا صوص علشان يديله الطعم، وهنشوف هنحتاج نزود صويا صوص ولا لا. وهو بقى تلاقوا بصوا الصوص بيتقل شويه بشويه، هتلاقوه بيتقل. تعالوا ايه ندوق، طعمه حلو جدا، مش محتاج ملح خالص. عشان كده بقول لكم دايما احنا لازم ندوق الاكل خطوه بخطوه وما نزودش في الملح لحد ما ايه ما نعرف طعم. تعالوا بقى نعمل البطاطس البيري بتاعتنا. هحط فيها شويه من الثوم، وهحط فيها الكريمه، وايه هيتقلب كده. هحط شوية ملح وشوية فلفل ورشة بابريكا، كده وهتتقلب تطلع حلوة جدا. ده طبق جانبي عامة لجنب أي أكلة، يعني مش لازم، حابين طبعا إن هي تبقى مهروسة خالص خالص خالص، هتقوموا عاملين الخليط ده كده وحاطينه في الخلاط، هتلاقوه ناعم معاكوا جدا. أهو هي البطاطس من النوع اللي بتتشرب، فالكريمة بتديها طعم حلو وكريمي جميل جدا كده. يلا تعالوا بقى ايه نشوف الصوص. بصوا كده الصوص بتاعنا تقريبا خلاص جاهز. والصوص سهل جدا وبيستخدم في حاجات كتير جدا، ممكن دايما نبقى نستخدمه.
يلا. نحطها كده. احنا شايفين. وهجيب البطاطس الفريه تتحط جنبها في التقديم، تطلع حلوه جدا. وهنحط فيها كده الطماطم.